حلمك يا سيدي عمار. مقادير مقادير ان شاء الله قاعدين نصلحوا اصلاحهم ننظفوا تصليح شويه حيوط تقطيش بيبان دهنانهم تصليحهم مده باش تفتد اكثر من اسبوع ان شاء الله من رمضان بحول الله الامور تحسن ان شاء الله معناها نعملوا حاجه مزيانه وبلاد العرب يتعاود معايا. احنا اليوم متواجدين في الحومة العربي حومة سيدي عمار في تظاهرة سميناها زينة البلاد في حومة سيدي عمار. التظاهرة هذه باش نحاولوا نعملوا إعادة تهيئة وتزيين للمدينة العربي. كما قاعدين نشوفوا المدينة العربي ديما برشا تعبة برشا لازمها برشا صيانة برشا جهد لإعادة تحييرها. الحقيقة بدينا التظاهر عملنا أنونس امبارح في الباج بتاع جسي زيادة. اليوم تفاجأنا بالأهالي والمتساكين بتاع الحومة اللي قاعدين يقدموا في العون ويعاونوا فينا باش نكملوها إن شاء الله. شركة غرفة الفتية معناها بعض رجال الأعمال السيد ناجح كريفة هذوما معناها السي محمد الحاج هذوما الناس اللي قاعدة تعاون إن شاء الله ربي يبارك لهم والحومة ترجع نظيفة وترجع مزيانة وبارك الله فيكم.